مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة وعبر الإنترنت نأخذكم إلى المملكة العربية السعودية، ومن هناك ضيفنا شاعر برع وأبدع كثيرا بتقديم نفسه، كان لقصيدته دور السبق بتحقيق الريادة العالية إنسانيا، ولكل من يحبه أن يتخلق بما يأتي بقصائده من قيم إنسانية عذبة وعالية لا تنفصل عن الكل الإنساني الذي لا يتجزأ ولا يرضى إلا بفكرة الحب والمودة والسلام، أن تكون مسيدة متسيدة عرش الكلمة التي تستوعب الجميع. شاعر هذه الحلقة من بيت القصيد هو شاعر سعودي استطاع أن يحفر اسمه بجهد كبير ليكون اسما كبيرا في عالم القصيدة العربية الفصيحة، ألا وهو قادر على إتمام مهمته تماما كما بدأ ويواصل. ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد هو الشاعر السعودي الجميل أبو بندر أستاذ إبراهيم حلوش. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. شكرا شكرا أستاذي. أيها المطر والمصطفى الأنيق دائما، أنا سعيد جدا بأن أكون معكم أنهل من كل هذا الجمال. السلام عليك وعلى بيت القصيد وعلى الرافدين من قبل ومن بعد. وعليك السلام العزيز جدا أستاذ إبراهيم، وعلى كل أحبابنا وشعرائنا وأدبائنا في المملكة العربية السعودية، على كل صناع الوعي والكلمة العالية، الكلمة الرسالية الهادفة التي تسعى إلى تحرير وعي الإنسان، وكذلك تسعى إلى زيادة الحياة شمسا، وقصائدك شموسك العذبة التي لا تتنازل عنها وهي بمنزلة الابن من أبيه. أبو بندر، هل هذه يعني مبالغة؟ وقبل أن نذهب إلى التعريف بك من خلالك أيضا، دعني أذهب إلى هذا السؤال مباشرة، هل هي مبالغة من الشعراء باعتقادك أن بعضهم يقول إن القصائد مثل أبنائنا وبمنزلة الابن من الأب، هل هذا فيه مبالغة أم أن المسألة مقبولة وحقيقية وصحيحة؟ والله أنا أعتقد أن المسألة حقيقية وصحيحة ومقبولة كما ذكرت في الجزء الثاني من السؤال، لأن القصائد هي تنتمي إلى الروح. نعم. يعني فهي بمثابة الابن، ولهذا أنا الآن أعيش هذه الحالة. يعني أنت تعرف ويعلم الجميع، بعد أن يعني غادر بصري، أنا لا أقول يعني فقدت بصري أبدا، هو فقط غادر ليعود قريبا محملا بالحب أيضا وبالضوء. فنعم، فأنا فقدت بعض القصائد القديمة. نعم. ويعني هذا يؤكد يعني على أن هذه القصائد هي مثل الأبناء، لأني يا سلام. أحس بحاجتي إليها، يعني بحاجتي إلى هذه القصائد الآن. جميل. بانتمائها، نعم، بانتمائي إليها وبانتمائها إلي، فهي من الروح، ولهذا ربما أكتب في تلك القصائد قصائد. أنت فاجأتني بهذا السؤال، لكنني يعني أحببته كثيرا مع صوت المطر هذا الذي يدغدغ وجنة أبها الآن. يا سلام. نعم، فالقصائد هي كالأبناء يا سيدي، وكالبنات أيضا. أحسنت كثيرا أستاذ إبراهيم، وأبدعت رائع جدا دائما، حتى في إجاباتك لا تقل روعة عن قصائدك العالية التي من المؤكد أننا سنستمع إلى كثير منها في هذه الحلقة. قبل أن نذهب إلى الشعر أبو بندر، وعلى غير العادة التي جرت معك في لقاءات ربما سابقة، أنا من يقدم الحلقة ربما يعرف بك، لكنني أريد من العزيز الأستاذ إبراهيم حلوش أن يقدم نفسه بما يحب للجمهور العراقي والجمهور العربي الذي يتابعنا بحدود الدقيقتين. تفضل وحدثنا عنك
بما تحب أن نعرف أو أن نعرف، تفضل. الله يعطيك العافية. إبراهيم أحمد حلوش منسوج من جازان، يا سلام، من تلك الجذور الخضراء التي يعني ولدت خضراء، معتق بمدينة بيش طبعا في ذلك الوادي الأخضر، أعبر كل حدود الوطن بالحب، أحمل الحب دائما في تقاسيم بروحي، يا سلام، مؤمن دائما بالقصيدة، يكره أوجه الدمار ويعشق الإخضرار، عظيم، يعشق كل هذا العالم المليء بالحب، يتمنى أن تظل الحياة تظللنا بالقصيدة. القصيدة هي النفس يا سلام. الروحي الذي يعبر بسلام إلى القلوب. الأرض قصيدة والسماء أحسنت. أيضا، نعم، والصمت قصيدة يا سلام، والبوح قصيدة أخرى، وهذا المساء قصيدة مرتلة بالرافدين وبكم. أحسنت كثيرا أبو بندر. أستاذ إبراهيم، كل إنجازات الشاعر عزيزة على نفسه، لكن هناك إنجازات لا يمكنه أن يتجاوزها في بعض المحافل وكذلك في مثل هذه اللقاءات. حدثنا عن أبرز الإنجازات ووقعها وأثرها في نفسك، تفضل. والله أول إنجاز شعري طبعا، أول يعني شيء هو الحب. يا سلام. عندما قطفت يعني وردة أم بندر زوجتي التي تدير هذا المساء، يا سلام، جميل، لي كمخرجة خاصة من هنا، يا سلام، هذه جميل أول هذا قصيدة، هذه أول قصيدة وأول جائزة وأنا أهديها الآن، يعني هذا العبق. طبعا فزت بجائزة أبها للتعليم العالي في مجال الشعر الفصيح لعامين متتاليين، جميل، يعني عام 25 وعام 26. هذا اليوم لن أتحدث كثيرا باللغة الفصحى الفصحى حتى نقترب من المتلقي. تحدث أكثر. براحتك يا أبو بندر، خذ راحتك، تحدث. أيوة. بالدارجة طبعا. لما أيوة قلت نعم. 25 و26 أنت تتحدث عن الأعوام العربية. نعم نعم, نعم. الأعوام الهجرية. أيوة. تفضل. نعم طبعا فزت بالكثير من الجوائز الشعرية. يا سلام. منها جائزة الأمير، أو من أهمها جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي. ما شاء الله. نعم قبل سنة تقريبا وقبل عامين في مجال الشعر الغنائي. نعم. جائزة الوطن في عيون الشعر. ما شاء الله. جائزة سمو الوطن. أغلب الجوائز التي حصدتها كانت وطنية خضراء. جائزة أيضا ترانيم الوطن، جائزة للوطني قبلتان نادي الباحة الأدبي، جائزة الشيخ راشد بن حميد بعجمان في الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله. في أدب الطفل، والكثير من الجوائز، يعني لا أحب أن أطيل عليكم يا سيدي. نسأل الله أن تتواصل هذه المسيرة وأن تبقى ممتدة بالجميل من الإنجازات الحافلة بكل توفيق، وأنت تستحق هذا وأكثر العزيز. أستاذ إبراهيم، إلى بواكير القصائد التي تود أن تشنف أذهاننا وأسماعنا بها، تفضل، كلنا شوق لقراءتك وإلقائك العذب الجميل. أولا اسمح لي أن أهديك هذه المقطوعة التي هبطت علي قبل قليل، قبل أن أصعد إلى سماواتكم. يا سلام. طبعا أهديك وأهدي بيت القصيد وأهدي الرافدين وكل الذين يضيئون هذا المسجد. يا سلام، نتشرف والله، تفضل. الشرف لي. إن نسيت شيئا فستغششني من بندر، فهي بجواري الآن. تفضل. طبعا أغني ولحن الهوى في وريدي يسافر بي نحو بيت القصيد. يا سلام. أغني ولحن الهوى
من وريدي يسافر بي يسافر بي نحو بيت القصيد، وأحمل حبا إلى الرافدين شفيفا نقيا كأنغام عيدي. الله. وأحمل حبا إلى الرافدين شفيفا نقيا كأنغام عيدي، وأزرعني في حقول خيال ستسقى غدا بمياه الخلود. أنا قبس العاشقين الحيارى وجنة مأوى القناع الجديد. يا سلام. شكرا. أنا قبس العاشقين الحيارى وجنة مأوى الغناء الجديد، وما أبهاه وما أنقاه وما أحلاه وما أعلاه من غناء، نرجو له أن يتواصل. واصل ولا تتوقف. تفضل أستاذ إبراهيم، اقرأ ما تحب. شكرا جزيلا لك على هذه البداية المحلقة بنا إلى الأعالي. تفضل إلى القصيدة التي تحب. لا، شكرا على محبة يا سيدي. القصيدة الأولى صرخة من وادي النار. دهرا يجيب ولم تسمعه أسئلته، ألقى على البحر شعرا فانتشت رئته، تألهت فيه أزمان وأمكنة، وغادرت في قطار الريح تذكرته، كمثل سيزيفا يمحو حزن صخرته، إذ أعشبت بمياه الصبر أرصفته. دهرا يفتش في إنسان دمعته عن الحياة التي غنت لها شفته. الله. ما زال يسلك درب الحب خطوته رؤى ترتبها للبوح أجنحته، يبني من الآه مأوى المتعبين، فما كلت يداه ولا عرته أبنيته، يسقي عطاش الأماني من قصائده، ولم تزل تسكر الأنخاب جمجمته. يا سلام. في روحه ألق من وحي سكرته، وملء عينيه ما ترجوه أشرعته. وملء عينيه ما ترجوه أشرعته. يا سلام، ما أنداه من قصيد وما أبهاه من فكر عال ومميز. أستاذ إبراهيم، باعتقادك هل الشاعر يقع عليه دور مثلا في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع الذي يعيش به، أم أن عليه أن يكتب القصيدة ويمضي؟ باعتقادي أنه لا يستطيع، حتى وإن حاول، يعني حتى وإن حاول أن يشكل ذلك الوعي الجمعي فإنه لن يستطيع. ربما ينسج القصيدة ويرحل، لكن محاولاته أرى أنها يعني ربما تكون ضرورية، يعني هو عليه أن يحاول. نعم. ولكنه لن يستطيع أن يقنع الجميع، أو لن يستطيع أن يجعل الكل يعني يذهب معه في نفس هذا الطريق الجميل الذي هو يرتاده. أحسنت كثيرا. بعيدا عن فكرة أو اتهام أن هناك تقصيرا ما، أو أن هناك تمييزا مثلا أو ترجيحا لكفة شكل من الشعر على شكل آخر أو على نمط آخر، يعني هناك من يقول عرفت منطقة الخليج العربي يعني أغلبها بالشعر النبطي، وقليل من أبدع بالشعر الفصيح. مع العلم يعني الخريطة الخليجية الواحدة قدمت العديد من شعراء اللغة العربية الفصحى الذين يزاحمون يعني كبار الشعراء الذين أبدعوا بكتابة القصيدة على مر العصور ومختلفها. باعتقادك هل هناك فعلا
شكل من أشكال الظلم والتجني على الشاعر الذي يكتب القصيدة الفصيحة لمجرد أنه مثلا من الخليج؟ لا أعتقد. هل وصل السؤال جيدا في البداية؟ ربما تعيد السؤال عذرا يا سيدي. المقصد باختصار يعني لمجرد أن الشاعر الخليجي من بيئة مثلا تتحدث النبطية أو من بيئة تقدم القصيدة الدارجة على القصيدة الفصيحة، ربما يتهم شاعر الفصحى بأنه يعني شاعر يعني غير قوي، مع العلم هناك الكثير من شعراء الفصحى في الخليج العربي ككل أقوياء ويزاحمون بقوتهم شعراء كثرا مروا على تاريخ القصيدة العربية. هل هناك فعلا ظلم للشعر الخليجي لمجرد أن النبطي هو الأكثر شهرة؟ لا أعتقد ذلك، لأن العكاظ هي هنا، يعني عكاظ أحسن انبثقت. نعم عكاظ انبثقت من هنا، ويعني أغلب المحافل الشعرية والانطلاقات، والآن جائزة الأمير عبد الله الفيصل أيضا تؤكد ذلك، وهي جائزة عالمية. نعم. فيعني لدينا، إذا تحدثت فقط عن جازان فقط، أعتقد أن لدينا في جازان 1000 شاعر. نعم. وأنا أجزم أنهم أكثر صدقت. من ذلك. صدقت. هذه تحدثت عن جازان فقط، وهي تتقاطع مع الأحساء أيضا، مع الأحساء. الأحساء تتقاطع أيضا مع كل اتجاهات المملكة. يعني هناك اهتمام كثير بالفصحى. نعم. وشعراء بارزون جدا جدا جدا، يعني والمشهد الشعري الخليجي والعربي أيضا يبرهن على هذا. يعني هناك شعراء من الخليج فازوا بجوائز كثيرة. نعم. لدينا أيضا الشاعر من جازان، الشاعر علي الحازمي، فاز بجائزة عالمية، يعني جائزة تكتب بلغات أخرى، يا سلام، ليست فقط يعني ليس اللغة الإنجليزية يعني، وربما يعني هذه إضافة أخرى. فباختصار أيضا، أنا بالنسبة لي لا مشكلة لدي يعني مع أي نوع من أنواع الشعر، يعني سواء نبطي أو أغنية أو أي نوع آخر. يعني إذن معنى كلامك أبو بندر، أنت لا ترى أن القصيدة الفصيحة في منطقة الخليج العربي لا ترى أنها تدخل في منافسة مع القصيدة النبطية أبدا؟ طبعا كلاهما ضوءان جميلان. نعم. ونهران عذبان. جميل. يعني يحملان الشاعر والمتلقي إلى 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 ضفاف أوسع، وكل يعني كل واحد من هذا النوع، كل نوع شعري يشكل طريقته وجماله. أحسنت. يعني أنا أكتب القصيدة النبطية، يعني يا سلام، منذ سنوات طويلة، ربما كتبتها قبل القصيدة الفصحى. جميل. لكن شغفي بالفصحى، بما أني أيضا من منطقة يعني تزخر بالشعر، وهي منطقة جازان. أكيد. فنحن هناك نتغذى بالعروض، ونتغذى ونشرب ماء القصيدة يوميا. يا سلام. في أصوات الأمهات وفي نشيد الرعاة. فيعني ربما أجيب يعني بطريقة أخرى، كل ما يؤدي إلى الجمال فهو جميل. أفض علينا من ماء القصائد العذبة. يا سيدي، أنا أحب أن ألقي هذا النص. تفضل. وهو بعنوان منسربا بين أشجار الغياب. قاب موتين من حنين ولهفة، قاب موتين من حنين ولهفة، كان يجتازني الطريق بخفة، مسرعا كنت أمتطي أمنياتي، كلما اجتزت ضفة صرت ضفة. يا سلام. مستريحا على أريكة روحي، كل صبح يمر بي صار شرفة، كم خيوط نسجتها غزلتني أغنيات. الله. على نهار مرفة. يا سلام. بعد عمر وجدتني محض ذكرى في وجوم
به الكلام مسفه، صعدت أدمعي إلى منتهاها خلف ليل يمد نحوي أكفه، يا الله. والتي لم تزل ترمم وقتي ببياض فقدتها الآن صدفة. يا الله. ألمح الحزن في ضلوع المرايا وترى ظامئا يرتق عزفه، ألمح الحزن مجددا. ألمح الحزن في ضلوع المرايا وترى ظامئا يرتق عزفه، الله. يستقي اللحن من سماء المعري ويروي بمحبس السهد حرفه. شجر الروح مثمر في الحنايا، كيف وارى بمقلة الريح نصفه. يا فنارا أضاع في دفتر الكون انتظارا رؤاه تخرس نزفه، ربما في السديم تقرأ نهرا من معانيك فامنح النار رشفه. من معانيك تمنح النار رشفه، وانعم بها من رشفه تفتح امامنا يعني الكثير من ابواب الجمال. احسنت استاذ ابراهيم، اكيد سنواصل لكن لابد من استراحه. مشاهدينا الكرام، نخرج الان واياكم الى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد الترحاب بكم أينما كنتم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا من المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت الشاعر الأستاذ إبراهيم حلوش. حيا الله أبو بندر من جديد، حيا الله هذه الله الشرفات الجميلة وهذه الرشفات العذبة. الشاعر يصنع الجمال ويسعى إلى فتح العديد من أبواب الأمل أمام الناس حتى وإن كان الواقع صعبا وقاسيا ومريرا. جميل، نعم. وأنت ترى أن الشاعر يستطيع أن يعني يزيد الحياة سعة وأبوابا سعيدة. أكيد، ولهذا المساء هذا مبتسم جدا، يعني يا سلام. حتى الأمطار الآن تهطل بغزارة، وتحييكم أيضا. يا سلام يا سلام يا أخي، أنت جميل حتى بنثرك تسلب الألباب والقلوب. الأستاذ إبراهيم، وقبل أن نذهب إلى نص جديد نود أن نتحدث باختصار عن فكرة أن الشاعر كلما كتب قصيدة كلما بعث الأمل في وجدان الكثيرين ممن هم حوله. قد يتساءل بعضهم أو قد يستنكر أو قد يستغرب فيقول ما الجديد الذي سيقدمه شعراء هذا العصر والمكتبة العربية تذخر بآلاف إن لم يكن مئات آلاف القصائد، لكن القصيدة هي أكسجين وجودنا. وبالنسبة لإبراهيم، ماذا تعني القصيدة؟ تفضل. القصيدة بالنسبة لي هي الحياة. الله. يعني نعم، هي السلام، هي المحبة، يعني هي وشوشات العصافير. الله. هي الموسيقى التي تحملنا إلى الأبعد، وننطلق من القصيدة إلى الشعر. يعني أنا أقول الشعر بوصلة الحنين، بداية التغريد في دنيا الكمال، والشاعر المنسوج من عبق الصفاء يرتل الحلم القديم قصيدة تنثال من كبد السماء. الشعر بسملة المدائن والمواسم، خفقة العشق المموسق بالرؤى. الله. والشاعر الموشوم بالحب الموشى بالندى، تنساب من شفتيه أغنية الشذا والأقحوان. الشعر مرآة الحياة، ضماد أفئدة يجرحها الزمان. الشعر نكهتنا العتيقة والحديثة،
مورد الأحلام، منتجع الفراشات الرشيقة، موئل الأشواق، آمال السنابل. يا سلام. الشعر كائننا العظيم المستبد، هو بحرنا المخبوء في جزر ومد، يا سلام. قنديل بهجتنا وحزن سمائنا، وهج البيادر والمدائن والأبد. هذا تعريف يعني بطريقة خاصة، وإجابة أيضا عن سؤالك الماضي. أيضا جميل جدا والله. القصيدة يا سيدي هي العلاج، هي العلاج المجازي والمزاجي أيضا، الله، عرفت؟ جميل. نعم، العلاج يعني أنا أذكر، المجازي والمزاجي. نعم والمزاجي، يعني هذه الآن يعني جميل سريع. أنت ملهم يا سيدي. والله، أنت الجميل الذي لا يخرج منك إلا كل جميل، ولا تتفوه إلا بالجميل العذب والحكم التي تستحق أن تنقش بماء الخلد على جدار الذاكرة الحية. أبو بندر، تفضل أكمل. بارك الله فيك هذا من لطفك يا سيدي. أنا أذكر يعني أنني عالجت بقصيدة يعني موقفا يعني قبل سنوات. طبعا لم أجهز يعني لم أذكر هذا الأمر في أي لقاء سابق. نعم. هناك صديق لأخي، يعني لديه صديق يعيش في منفى بعيد، وترك زوجته وأبنائه هنا، نعم. فطلب مني أن أكتب أبيات ليرسلها إلى صديقي فيها حتى يعود، مواساة يعني. أي حتى يعود إلى أبنائه. يا سلام. لا أذكر والله هذه الأبيات، لكنني أذكر منها أنني طبعا كتبت على لساني أحد أبنائه، قلت طبعا تقليدية مباشرة، لكنها أثرت به هي كثيرا. أيوة أثرت، فعاد يا بعد سلام. هذه القصيدة. أيوة قلت فيها: ضاقت الأرض والسماء علينا، يا أبي يا حنون فاعطف علينا. الله. الرؤى غادرت بغير إياب، والأماني تكسرت في يدينا، والحياة التي تسمى حياة لم نذق شهدها ولم تحتوينا، ما رشفنا سوى الهموم صباحا ومساء تبكي الدموع علينا. يا الله، فأخبرني مؤثرة. أنه عاد مباشرة بعد أن أرسل إليه هذه الأبيات. وهناك شعراء كثر يعني عالجوا يعني مواقف نعم. كثيرة، وهناك لدي أيضا أشياء كثيرة، منها قصائد للأيتام، والشاعر الحديث أو الجديد هو امتداد للشاعر القديم. عظيم. هو نعم، هو ما زال يحاول أن يعالج الكثير يعني من المواقف والكثير من الأعتاب التي أحسنت تسكن في قلوب البشر. أحسنت كثيرا، وهذا ما نريده منك في القصيدة القادمة. نريد قصيدة كما لو أن فيها علاج لكل من يتلقاها بقلبه لا بأذنيه. تفضل أستاذ إبراهيم، كلنا شوق والله أنا لنسمع. لا، بارك اقرأ ما الله فيك. تحب من شعرك، لا بأس، فكل شعرك فيه العلاج والدواء والشفاء لكل صدق الله. قلب يبحث عن الجمال ويتتبع أثره. تفضل. بوركت يا سيدي، سأقرأ حلم تنحته الموسيقى. تفضل. بعيدا عن الأضواء ينحت حلمه، بعيدا عن الأضواء ينحت حلمه، وينسج في قلب القناديل وهمه، وحيدا يصب الشمس فوق ظلامه، ويقطف من أفق المجازات نجمه. يا سلام. تمر عليه الأرض تكلى كثيفة، فتبصر في أفياء عينيه ضيمه. على ظله ظل اليقين مرفرفا، وفوق جحيم الشك أطفأ غيمه. ما أبدعك. تمرغه الأيام في طينة الأسى، تمرغه الأيام في تربة الأسى،
ليستل من عمق الصبابات عظمه، إيه. تحيط به الأوجاع، تحيط به الأوجاع من كل وجهة، ولكنه بالشعر يطرد همه. تحيط به الأوجاع من كل وجهة، ولكنه بالشعر يطرد همه. يفيض أحاسيسا إذا الليل أسدلت ستائره، والصبح أيقظ يمه. يصفف أقداح الكلام، وينتقي من الشعر موسيقى تطرز يومه. له ألف عفريت، له ألف عفريت يجوس بقلبه، وألف ملاك بات يحرس يتمه. يا سلام. يمد إلى حقل البياض يمينه، ولكن صدر النار يعشق ضمه. يمد إلى حقل البياض يمينه، ولكن صدر النار يعشق ضمه. يا الله، ما شاء الله عليك في أبدعها الحفظ، ما شاء من الله طفلة. تبارك الله. ما شاء الله عليك أنت. لا والله ما شاء الله، يعني مبدع ساحر أخاذ في إلقائك وفي شعرك العزيز جدا أستاذ إبراهيم. بعد هذه الجرعة من الجمال لابد من استراحة. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم ننتقل إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. ولمن التحق بنا في هذه اللحظة، نذكركم معنا عبر الإنترنت من المملكة العربية السعودية الشاعر الأستاذ إبراهيم حلوش أبو بندر. يا مربحا بك ومرحبا من جديد. قبل أن نعود إلى الشعر، هناك من يطلق على القصائد وصف أنها دموع موثقة أو مؤرخة، فكيف يعني تصف القصائد بعد كتابتها؟ ما هو كنهها، شكلها، تعريفها؟ أنت قلت في السؤال هي دموع مؤرخة، دموع مؤرخة موثقة، فكيف يراها إبراهيم حلوش؟ نعم، هي مطر حي، يعني يسافر بالروح إلى الفضاء الأرحب، يا سلام، إلى الأبعد. القصيدة هي روح أخرى مضافة إلى روح الشاعر الأولى. القصيدة كنهها، يعني القصيدة إن تحدثنا عنها يعني من الصعب أن نصفها، وعندما نقول قصيدة فنحن نعني الشعر. يا يعني سلام. الكثير تحدث عن ماهية الشعر وعن كنه الشعر، لكنني أزعم أنه لا يستطيع أحد أن يعرف الشعر حقيقة. يحضرني الآن بيت جميل للشاعر السعودي الصديق العزيز القدير جاسم الصحيح، يا سلام، الشاعر المعروف طبعا، أكيد له منا ومنكم التحية. نعم، يقول: الشعر برق داخلي، الشعر برق داخلي لا يرى إلا إذا اصطدم الجمال بضده. الله. الشعر برق داخلي لا يرى إلا إذا اصطدم الجمال بضده. فالقصيدة هي الحقل الوارف الذي يمنحنا الظل والماء ويغسل أرواحنا من كل هم ومن كل تعب. يا سلام، ما أجملها من أوصاف أستاذ إبراهيم. الشاعر الذي يكتب القصائد إنما هو يجمع حزما مضيئة، فكلما كتب قصيدة تشكلت روحا مضيئة منحت جسده وروحه ضوءا جديدا، فكلما يعني سال مداد الشاعر كلما ازداد ضوءه وعم وانتشر.
وضوءكم مستمر لا منقطع. ونريد الآن قصيدة جديدة، تفضل أستاذ إبراهيم. ما زال ملتحفا لظى خيباته، ما زال ملتحفا لظى خيباته. ربما أنت أيضا تعيش معي في بعض الخيبات يعني. تفضل. ما زال ملتحفا لظى خيباته، تتقاسم الظلماء خبز شتاته، يا الله، متسكعا بين الفراغ وبقعة ترعى المسافة في اضطراب جهاته، متسكعا بين الفراغ وبقعة ترعى المسافة في اضطراب جهاته، من فك يعصر شكه لكنهم هتكوا يقين الصبر في ناياته، يا الله، لا حلم يحمله إلى ملكوته إلا بقايا النور في كلماته، لا حلم يحمله إلى ملكوته إلا بقايا النور، بقايا النور في كلماته. عظيم. أحنا على كتف الصبابة رأسه، أو أحنا على كتف الصبابة حرفه، كي تسند الأيام جذع حياته، لكنه لما أقام غناءه كاد الصدى يبكيه في حسرته. يا الله، ما أبدعك أستاذ إبراهيم. هل الحزن وقود الشعر أم للشعر وقود متعدد الأشكال والأنماط؟ أظن أن قصيدة نزار قباني لا تحضرني الآن، عندما كان يقول، عندما كان يتحدث عن الحزن. نعم. أحببتك كي أحزن وهكذا. الحزن هو مرتبط يعني من وجهة نظري بكل شيء جميل. خلق الطفل باكيا مهرولا نحو الحياة. ربما أنت عندما تستيقظ من النوم تصحو حزينا، حتى وإن لم تعبر عن هذا. الأشجار التي يعني يلتهمها الخريف تكون حزينة وتبدو أكثر جمالا ورقة. إذن الحزن يصنع كل شيء جميل. الحزن هو المعبر والمعبر، وهو الهالة الأنيقة التي تجعل الشاعر يكتب، تجعله يبوح. ربما يكون ذلك الحزن ليس حزنا حقيقيا، يعني لا أعلم يعني كيف أعبر عنه الآن، لأنك عندما قرأت هذا السؤال تحديدا، يعني كثير من النقاد يقولون بأن قصائدي حزينة وفيها وجع، وديواني أنثى تحرر الوجع. طبعا القصيدة القادمة سأهديها إلى زوجتي أم بندر، لأنها كانت عنوانا للديوان. هناك حزن خفي لا يعلمه أحد. نعم. ربما حتى الشاعر نفسه، أو حتى الشاعر نفس الشاعر يعني لا يفهم هذا الحزن، أو لماذا هو حزين. نعم. ربما هناك فوضى داخلية تجعل الشاعر يعني يكون حزينا أو متقدا. نعم. بهم ما وهو لا صحيح. إذن الحزن هو المحفز، وهو الوقود، وهو البوصلة نحو كل جديد ونحو كل جميل. الحزن فاكهة القصائد كلها. وخذنا إلى عنوان ديوانك الآن وعنوان حياتك إن شئت، إلى القصيدة التالية. تفضل. أنثى تحرر الوجع، أغفو على صوت آلامي وأدكر، أغفو على صوت آلامي وأدكر، والغيمة البكر من عيني تنهمر، أمد للحلم كفا مورقا رقصت به القصائد لكن خانها النظر، يحيط بالوهم والآهات تنهشني، ويشتهيني الندى والورد والمطر، والهم عشش في جنبي من زمن
فأرتدي ثوب أمالي وأنشطر يا الله. معلق بخيوط الصمت مرتبك موجي وتاريخي الويلات والضجر لم يطرق الفرح بوابات مصغبتي من أول الشدو حتى هدني الكبر خلقت والحيرة الكبرى تمرغني في وحدها والحقول الخضر تنتحر جفت ترانيمي البيضاء والتحفت بالبؤس وانشقت الأحلام والصور لكنني رغم قيدي طرت مهتديا بضوء عينيك حتى زفني القمر جميل. قصيدة يدهش الأسماع مطلعها ويصطفيها الشذا والماء والزهر من أين جئت وكيف انسبت في وتري وكيف أحييت حرفا كان يحتضر وكيف أوقدت قنديل المشاعر في شعري وأظهرت نبضا كان يستتر يا سلام. عجائب الكون سبع أنت ثامنة فليهنك الشعر والموال والوتر يا سلام. يا آخر الفأل يا آخر الفأل في قلبي وأوله منذ اعتنقت غصوني حصحص الثمر حصحص الثمر يا شكرا. سلام، ما أجملها من قصيدة عالية سامية تستحق قائلها ومن قيلت بها. نسأل الله لكم حياة ملؤها السعادة، يعني وأن لا تنقضي أسباب سعادتكم أبدا، لا دنيا ولا آخرة. قبل الانتقال إلى القصيدة الختامية، ونريدها أن تكون قصيرة، لكن قبل ذلك دعني أطرح عليك سؤالي الأخير في هذه الحلقة العزيز أستاذ إبراهيم. الغاية السامية التي يجب أن تكون حاضرة في أفعال وأقوال الشاعر بشكل عام من وجهة نظرك، أسمى الغايات؟ أسمى الغايات المحبة والصدق. الله عليك. نعم، لكن للأسف أنه ربما يعني تجد مخاتلة يعني في بعض الأحيان. جميل، يعني الشاعر يجب أن يكون قبل كل شيء يجب أن يكون إنسانا. أحسنت. عندما تكون إنسانا صادقا فأنت بحق يعني شاعر حقيقي رغم الفوضى التي تسكن الشاعر وهكذا، لكن الغاية الأسمى طبعا ليس فقط الشاعر، الحياة والحياة كلها. أنا أرى أن الصدق هو العنوان الأبرز يعني لهذا السؤال الذي أنت ذكرته. أحسنت كثيرا أستاذ إبراهيم، وحضور الصدق في تجربة الشاعر مع اللغة العالية يضمن لصوته أن يظل حيا في نفوس الكثيرين، لن يندثر هذا الصوت. وقصيدتك القادمة تستحق الخلد كأخواتها إلى خواتيم القصائد في هذه الحلقة، لأن الوقت أوشك أن يداهمنا. تفضل أبو بندر. دوركت يا سيدي، والله القصائد كثيرة لكن لعلي انتقي منها ما شئت مسكا لختام هذه الحلقة. أيوة، مقطوعتين يعني تفضل. لطيفتين. أقيمي صلاة الحب في الغيمة الأعلى، يا سلام، وصبي نبيذ الشدو من ثغرك الأحلى، ولا تنهر الساقين عن رقصة الهوى، فبعد لظى الساقين أغنية جذلة نبية هذا الليل، نبية هذا الليل تاريخك ابتدى، فأحيي نبوءات التي أصبحت قتلى. الله. أنا وجه تاريخ قديم مغيب، ووجهة قلب كل أحلامه ثكلى. يا الله. على أي صوت قطعتك القصائد؟ على أي صوت قطعتك القصائد؟ الله. إذا اختلف الإيقاع
فالنبر واحد. على أي شكل قطعتك القصائد؟ نعم، على أي شكل أو على أي صوت قطعتك القصائد؟ إذا اختلف الإيقاع فالنبر واحد. الله. وإن حبس المعنى فمغناك ديمة يؤذن فيها العشب والماء ساجد. إذا اشتعلت أشواقنا في دمائنا ظمئنا فأي الموردين نواعد. سلام على عينيك، سلام على عينيك، ما أشرق الهوى بقلبي وما اغتاب المحبين حاسد. وسلام عليكم وعلى بيت القصيد وعلى الرافدين. يا سلام، ما أجملك أستاذ إبراهيم حلوش، الشاعر السعودي الجميل جدا. يعني سعدنا بك، أيما سعادة بهذه الإطلالة العذبة والجميلة والمتميزة، والأمل أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يسمح لنا بتكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة، ومن يدري ربما كان اللقاء القادم مواجهة في استوديوهات الرافدين. في الختام ماذا تود أن تقول؟ أقول غنوا للحب وللحياة دائما، أحيوا الحياة بهمس الحب وابتسموا، فالأرض يخنقها صوت الجراحات. أحيوا الحياة بهمس الحب وابتسموا، فالأرض يخنقها صوت الجراحات. لا تخرس الأمل المزروع في دمها. الله. هي الصفاء، هي الصفاء ومرآة السماوات. غنوا لها واحضنوها كلما هتفت، وسامروها على بوح الحكايات. الأرض تاريخنا المخضر من زمن، قلب المساء وشريان الصباحات. الأرض تاريخنا المخضر من زمن، قلب المساء وشريان الصباحات. قلب المساء وشريان الصباحات. أنعم بهذا القلب، ونرجو لشرائينه أن تبقى نابضة بالحب والسعادة والجمال، ولتجربتك أن تكلل بالنجاح المستمر غير المنقطع، ولهذه الروح العذبة أن تواصل تحليقها حتى ننعم بكل جميل ينبع منها. شكرا جزيلا لك شاعرنا الجميل أستاذ إبراهيم على تشريفك لنا في بيت القصيد، وبدوري أحييكم أعزائنا المشاهدين على جميل المتابعة وطيب المواظبة على يعني حضور هذا البرنامج، وأشكر كل من يرسل إلينا رسائل عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يثني من خلالها على الضيوف الكرام. دائما تابعونا ودائما كونوا بسلام وإنسانية وشعر وحرية. في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. دائما وأبدا ظلوا في رعاية الله. إلى اللقاء.